الحالة الاستاتيكية وقانون هوك. الهدف من هذه التجربة قياس العلاقة بين الاستطالة في الزنبور كدالة في الكتلة المعلقة، وذلك لتحقيق قانون هوك وحساب ثابت الزنبور اللي برمزه برمز كي. الأدوات المطلوبة: زنبورك مع الحامل، كتل عيارية، مسطرة. الزنبورك يا شباب عادة ما بيكون في شكل اسطوانة تتكون من عدة حلقات مترصة، حالة زونية متتالية أو متوالية. قانون هوك في الصورة العامة بنص على أن الإجهاد يتناسب تناسبا طرديا مع الانفعال. في الحالة بتاعتنا في حالة الزنبورك، فإن الإجهاد الواقع على الزنبورك يتناسب مع الانفعال الذي يصيغه هذا الزنبورك، أي أن القوة المرجعة السترونج فورس اللي عبارة عن قوة الإجهاد والتي تعمل على إرجاع البندول لشكله الأصلي تتناسب تناسبا طرديا مع مقدار الاستطالة الذي يبديها أو يظهر هذا الزنبورك، أي أن السترونج فورس يتناسب تناسبا طرديا مع الدلتا ال، وهو يحقق قانون هوك. أن الإجهاد يتناسب مع الانفعال. بنشيل علامة التناسب، حط مكانها يساوي وثابة التناسب، يبقى إذن السترونج فورس بيساوي سالب كي دلتا ال. الإشارة السالبة يا شباب للدلالة على أن القوة المرجعة دائما تكون في اتجاه معاكس للحركة، والكي ثابت الزنبورك أو ثابت القوة للزنبورك. لما بنعلق كتل مختلفة في نهاية طرف الزنبورك، هذا الزنبورك معلق رأسيا، يمكن التحكم في مقدار القوى المرجعة المؤثرة التي تسبب إجهاد على الزنبورك والتي تتساوي مع أوزان الأثقال المعلقة، حيث قوة الوزن اللي هي بتساوي السترونج فورس بيساوي الام في الجي، حيث الام الكتلة والجي ثابت الجسمية. وبالتالي المعادلة اف ريستورن بتساوي سالب كي دلتا ال بتساوي ام جي تساوي ام جي بتساوي سالب كي دلتا ال. هنرسم العلاقة البيانية ما بين الام على محور واي والدلتا ال على محور كي على محور اكس. الدلتا ال على محور اكس ينتج خط مستقيم، هذا الخط المستقيم له ميل، حيث الكي اللي هي ثابت الزنبورك بيساوي الجي في قيمة الميل. ممكن استخدم برضه التجربة دي يا شباب عشان اجيب قيمة الجي بمعرفة كل من الميل وثابت الزنبورك. يبقى إذن الجي بتساوي كي على السلوب. لو أنا عندي قيمة الكي معلومة، من الرسم البياني هجيب قيمة الجي اللي بتساوي كي على قيمة السلوب. هنحسب الطول الأصلي للزنبورك. خطوات العمل: هنحسب الطول الأصلي للزنبورك اللي هي عبارة عن الحلقات، ونقوم بتعليق كتلة أو كتلة معروف معلومة في طرف الزنبورك السفلي مع ملاحظة عدم زيادة وزن الكتل عن حد المرونة للزنبورك، لأن لو زاد عن حد المرونة للزنبورك يحصل ديفورميشن أو يحصل تشويه دائم للزنبورك، ثم نقوم بعد تعليق الكتلة بحساب الطول بعد تعليق الكتلة، ومنها نحسب مقدار الاستطالة اللي هي الدلتا اللي بتساوي ال ناقص ال زيرو اللي هو الطول بعد تعليق الثقل ناقص الطول الأصلي، ونسجل هذه النتائج في جدول ونكرر هذه الخطوة عدة مرات، ونقوم برسم العلاقة كما أسلفنا: الام على محور واي والدلتا ال على محور اكس، ونوجد قيمة الميل حيث الكي يساوي الجي في سلوب، والكي ثابت الزنبورك يقدر بوحدة نيوتن لكل متر أو نيوتن على متر. طبعا الجدول معانا يا شباب هنستخدم أثقال مختلفة، وليكن 50 جرام، طبعا هنحولها لكيلو جرام، يبقى 50 جرام بتساوي 500 جرام، 500 كيلو، و 100 جرام مثلا هنزود بعد كده 100 جرام. طبعا لما نعلق الثقل 500 كيلو جرام هنشوف الطول الاصلي بيساوي كام، ونشوف بعد تعليق الثقل بيساوي كام الطول، ونحسب قيمه الدلتا ال اللي هي ال الطول بعد تعليق الثقل ناقص الطول الاصلي، وهكذا نكرر مع 100 جرام مثلا اللي هي 1 من 10 كيلو جرام،
ومع 150 جرام مثلا، ونقوم في كل مرة بحساب مقدار الدلتا ال، ونقوم برسم علاقة ونوجد قيمة الكي، حيث الكي بيساوي الجي في مقدار الميل، الجي في مقدار الميل ميل الخط المستقيم، ونتابع الفيديو الموفق.